وبركاته متابعينا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أحييكم أجمل تحية وأطيب ترحيب في يوم الإجداع وفي منافسات الإجداع وفي هذا اليوم المبارك، الجمعة الثالث من شهر نوفمبر لعام 2023. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تستمر المنافسات، تستمر القوة، يستمر الإبداع بحضورنا وتواصلنا في هذا اليوم لسن الإجداع، سن الذي عرف بالإبداع والإمتاع. مسافة 5 كيلومترات، هذه المسافة التي فيها الكثير والكثير من المفاجآت، ولا أمان إلا بعد خط النهاية. وخير دليل شاهدناه في الشوط الماضي الذي حضر فيه صالح بن بنية البلوي بعدما خطف الانتصار في آخر الأمتار مع الشوط الرئيسي للبكار، وها هو يتجدد شوطنا الرئيسي للقعدان الإجداع، حيث تنطلق الأسماء وتنطلق الشعارات باحثة عن الفوز وعن الانتصار، ليتقدم مع أول المراكز، ليتقدم مع مبلش، ليتقدم الحربية، ليتقدم بالرباح سلطان بن سالم بالرباح الحربية. من يقدم لنا مبلش مع المركز الأول، بينا من نقلة إلى المركز الثاني لأتابع مداوية الذي يحضر مع المركز الثاني أغدير بن حميد الراشدي. من يقدم لنا مداوية مع مركز الوصافة، الأشقاء من سلطنة عمان حضروا وتواجدوا من أجل الفوز والانتصار، فمرحبا بالجميع، مرحبا بكم هنا في مملكة العز والفخر، في مملكتنا الغالية، مرحبا بجميع الضيوف، ومرحبا بكم على أرضية عملاق الميادين السعودية، ميدان منطقة تبوك الذي دائما ما يشهد هذه المنافسات، الذي دائما ما يشهد هذه التحديات الكبيرة في كأس الأولمبية السعودية الذي يقام هنا، حيث تستمر المنافسات ويصل ذيبان مع المركز الثالث، وطلال بن محمد بن عبد الكريم السبهان من يقدم لنا ذيبان مع المركز الثالث. المركز الرابع مشكور يأتي مع المركز الرابع ويتقدم مع أحمد بن نصار العمراني، من يقدم لنا مشكور أيضا ينضم الذهبية، ومنصور بن محمد بن منصور الهاجري من يقدم لنا الذهبية أيضا من الجانب الأيمن. هنالك وصل موفق وراشد بن عبد الله بن راشد الزكيبة من يقدم لنا موفق مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التغييرات، هكذا هي التسللات ما بين الشعارات وما بين المراكز في النداء الأول لهذا الشوط. ولكن مبلش ما زال مع المركز الأول، ما زال مع مقدمة الشوط، لم يحصل أي تغيير، بل بدأ يباعد المسافة، بدأ يكون مسافة ما بينه وما بين أقرب المنافسين، يحاول أن يذهب بالانتصار في هذا الشوط. والنقطة الثمينة يا السمية، يا سلطان، يا بن سالم، يا الحربية، من يتقدم مع المركز الأول؟ يا بالرباح، من سيربح في هذا الامتحان؟ من سيربح في هذا الشوط؟ بالتأكيد الكل رابح والكل متنومس بهذه المشاركة وبهذا الحضور وبهذا التجمع الأخوي الكبير الذي يجتمع فيه أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، الذين نرحب بهم هنا على أرضية ميدان منطقة تبوك. نرحب بالجميع، ولكن سلطان لا يرضى إلا بالمركز الأول، لا يرضى إلا بالقمة. يتقدم
تقدم مع مبلش سلطان بسالم بالرباح الحربي، ولكن المركز الثاني بدا يقترب الذهبية مع اقترابنا للامتار الذهبية، الامتار الذهبية التي يحدد فيها الانتصار. يا منصور يا بن محمد يا بن منصور يا الهاجري، من سيكون المنصور؟ وصل ديبان، وصل طلال بن محمد بن عبد الكريم السبان. من يقدم لنا ديبان الذي تسلل إلى المركز الثاني المركز الرابع؟ هنالك مشكور وأحمد بن نصار بن محمد العمراني، من يقدم لنا مشكور؟ أيضا هنالك الشعارات التي وصلت، الشعارات التي تقدمت. هنالك الحضور من متعب ليتقدم التحبة بن قنازل بن مسلم العامري، من يقدم لنا شعار؟ أيضا ينضم بلش وياسر بن هديان بن باد الحصيم العتيبي، مرحبا بمبلش ومرحبا يا عبد الرحمن. من يتابع ويرافق هذا الشعار؟ ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع مبلش. اختتمنا مع مبلش ونعود مع مبلش آخر، الحربي اللي أبلشهم منذ الانطلاقة وحتى هذه اللحظات، أبلشهم بهذا الاندفاع، بهذا الاندفاع الذي من خلاله يصعب المهمة على بقية المنافسين. وكلما اقتربنا إلى الأمتار الأخيرة، كلما ارتفعت وتيرة الشوط، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، وكأن مؤشرات النوماس بدأت تتجه نحو عزبة سلطان بن سالم بالرباح الحربي، وكأني أرى أنه هو الرابح في هذا الشوط، هو الرابح وهو المنتصر الذي يقدم أداء جميل. والعصا في الإبطان، العصا قوس حتى هذه اللحظات، العصا في الإبطان لم تصدر التعليمات على سماعة الصوت، يرقص طرب وتتناثر الرمال تحت خفه. مبلش مع المركز الأول، ولكن بدا يقترب الشمري مع كرار صويحي بن انخلان. الشمري بدأوا يقتربون ابن حايل، ولكن إلى الصويدر السلام مع هذا الشعار، مع هذا النجم. نعم إنه مبلش، يا سلطان يا بسالم يا بالرباح يا الحربي، سلامي عليك. أول أشواط القعدان الإجداع يبدع ويتألق بالرباح ويربح هذه المعركة ويربح هذا الشوط، سلامي عليك يا سلطان يا بسالم يا بالرباح يا الحربي على هذا الفوز والانتصار. قام راس ون الشوط راس، تهانينا وألف ألف مبروك ومشكور على هذا الإبداع. المركز الثاني صويحي بن خلان الشمري مع كرار المركز الثالث، وصل في نايف بن سعد البلوي مع سمحان المركز الرابع، وصل في ذيبان وطلال بن محمد السبهان المركز الخامس، وصل مشكور لأحمد بن نصار العمراني. إذن متابعينا ومشاهدينا الأعزاء، تهانينا وألف ألف مبروك لمالك مبلش سلطان بن سالم بالرباح الحربي الذي استلم الشوط منذ البداية وذهب بالانتصار واستطاع أن يخطف هذا الفوز. أول أشواط القعدان الإجداع، نعم بدون أي تغييرات تجرى على مستوى المركز الأول، يذهب بهذا الانتصار. تهانينا وألف مبروك لك يا بالرباح على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 7:50، 25 جزءا من الثانية، أفضل توقيت زمني تسجل مع مبلش. المركز الثاني كرار وصويحي بن خيلان الشمري 7:56، 21 جزءا من الثانية. المركز الثالث سمحان ونايف بن سعد البلوي 7:57، 92 جزءا من الثانية. المركز الرابع حضر فيه مشكور لأحمد بن نصار العمراني، بالفعل هو من حضر مع المركز الرابع. المركز الخامس ذيبان وطلال بن محمد بن عبد الكريم السبان. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا وألف ألف مبروك لسلطان بن سالم بالرباح الحربي.